الكبسولة رقم 5 بتتناول موضوع مهم جدا، هو تأثير هوثورن. في البحوث العلمية خاصة الطبية أو الاجتماعية، في تأثير اسمه هوثورن، تأثير هوثورن أو هوثورن إيفكت، وده معناه إن بيغير المشاركون، إن المشاركون دول هم المتطوعين أو المرضى في بحث ما من سلوكهم أو إجاباتهم. بسبب إيه؟ بسبب إحساسهم بأنهم متراقبين أو إجاباتهم ممكن حد تاني يطلع عليها، وبالتالي ده بيأثر على نتائج البحث نفسه. أما بقى الباحثين المتمرسون بيحطوا نموذج جيد لبحوثهم لتفادي هذا التأثير السلبي أو التقليل من تأثيره على النتائج. وبكده كبسولتنا رقم 5 خلصت النهارده.